مساء الخير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تيجيني تولك. أنا كنت تكلمت لكم في بعض الحلقات السابقة على بعض الوطني، بعض بين قوسين الوطنيين المزيفين، الناس اللي مثلا فيما يخص القضية الوطنية ولا الصحراء كيقول لك احنا مع الصحراء المغربية، ولكن لغاية في نفس يعقوب، لأنه دائما الهدف ديالو وهو يجمع فليسات أو اللي يسترزق على ظهر القضية الوطنية أو لا على ظهر أشياء أخرى. على أيين كاين هاد الناس، وكاينين بزاف ماشي غير شي شوية. وفي المقابل أنا قلت بأنه كاين ناس وطنيين أوفياء للوطن ديالهم، ودائما كتلقاهم غيورين على الوطن ديالهم، كل واحد بالطريقة ديالو، ولا ما كيتسنى منك لا جزاء ولا شكورة. ومنهم يعني تهما عدد كتير، أغلبية ديالهم ما باينينش، كل واحد يعني في المكان ديالو، كل واحد في الجهة ديالو كيأدي اللي يقدر عليه بلا ما يجي ويقول لك أنا وأنا وأنا درت وأنا فعلت، كما كيعملوا شي وحدين، وهاد شي وحدين للأسف دائما كيستافدوا ماديا ومعنويا. وناس كاين الوطنيين اللي ما يرضاش كيدافع القضية الوطنية مثلا على الصحراء إلى آخره، وما يرضاش يجي يقول لك أعطيني، وما يرضاش يقول لك عاوني، ولو أنه من حقه، إن كاين الناس اللي كيعطي من جيبه باش يدير شي حوايج وما كيتسنى حتى شي حاجه باش من عند الدوله. مثلا انا اتصل بيا واحد السيد من السويد، يمكن تعاودتها لك عاودتها لكم، كان قال لي سيتي جيني راسني، قال لي حنايا في السويد حنا جاليه كبيره، ولكن والبوليزاريو جاليه صغيره، الناس اللي كتعاطي مع البوليزاريو جاليه صغيره، ولكن للاسف الصوت ديال البوليزاريو هو اللي مسموع في السويد، البرلمان السويدي، الحكومه السويديه. قال لي المهم ما تلقيناش اللي يعاونونا، انا بوحدي زعما نط درت واحد بادره من عندي، درت واحد كما كنقولوا بيتيسيون، تضامنت مع مصطفى ولد سلمى هذاك المغربي اللي راه محتاج، اللي راه من دابا طلب اللجوء او لا من في من المخيمات ديال تندوف في موريتانيا، لان العائله ديالو عاد باقيه في المخيمات ديال تندوف محتجزه من عند البوليزاريو. هو دابا كيطالب الامم المتحده باش تاخذ القضيه ديالو بعين الاعتبار. هذاك مصطفى ولد سلمى ناض هذاك السيد في السويد، دار عليه بيتيسيون ومشى نشرها وكيخدم عليها، ويمشي عند السياسيين ويتصل واحد بواحد ويقول لهم هذه القضيه ديال هذا السيد، يعني عمل بسيط، دار بيتيسيون، كتب، دار التصويره ديال مصطفى سلمى، وكيمشي عند الناس كيقول لهم وقعوا معايا عاونوني، يعني كيدافع بالطريقه ديالو على القضيه الوطنيه. ما عمرو شي واحد جا قال له نعاونوك مثلا في السفاره ولا وزاره الخارجيه ولا شي مؤسسه اخرى، ما عمرو شي واحد قال له احنا معاك الا احتاجتي شي حاجه، ولكن هو ما كيتسناش المعاونه، هو كيديرها حبا في الوطن. انا عطيت لكم هذا المثال، كاين امثله كثيره، كاين كل واحد وشنو كيدير. كان اللي كي مسكين من عنده، انا اتصلوا بيا شي ناس في الولايات المتحده الامريكيه، عندهم واحد الموقع الكتروني كيكتبوا مقالات على الصحراء بالانجليزيه، كيديروا استجوابات، المهم كل واحد كيدافع على القضيه، وكيخسروا في ليسات وعندهم ناس خدامين معاهم. من بعد يمكن نتكلم لكم على الموقع ديالهم في حلقه اخرى، يعني باش نقول كل واحد كيدير على حسب الطاقه ديالو، على حسب الامكانيات ديالو. ان كان الناس اللي اوفياء لهذا الوطن بلا ما يغوتوا، بلا كومون دي سون كريي سور تو لي توا، كل واحد كيأدي الدور ديالو على حسب القناعه ديالو. وفعلا كان المرتزقه، المرتزقه راه ماشي عند البوليزاريو، حتى حنا راه عندنا المرتزقه ديال الداخل، راهم كاينين تبارك الله عليهم، راهم خدامين ومسترزقين على ظهر القضيه الوطنيه، ولكن حبل الكذب قصير، وكل واحد غادي يتفضح، ولكن وكل واحد والنيه ديالو، كاين اللي كيخدم الوطن على حسب النيه ديالو. اليوم انا بغيت نتكلم لكم على واحد المثال ديال هاد الناس اللي تكلمت، هاد الوطنيين صادقين. واحد السيد انا عرفته هنايا في بلجيكا، وكما قلت دائما كنقول لكم النهار اللي كتزير على المغرب وكتوقع شي ضجه دبلوماسيه، دائما كنتلاقاو هاد الجاليه المغربيه هي اللي كتوقف مع الوطن ديالها. هذوك السياسيين وهذوك الممثلين اللي كيستقبلوا المغرب في الفيستيفال ديال مراكش وديال موازين، ما كتلقى حتى واحد حداك. من كتكون شي مظاهره ولا شي وقفه قدام البرلمان الاوروبي او لا قدام الممثليه ديال الامم المتحده، كدور هكا على اليمين على اليسار، كتلقى غير خوتك المغاربه، وسورتو يعني ديال الجيل الاول، ودابا حتى الجيل الثاني والثالث تبارك الله كاين الوطنيين. كتلقى الناس شوابن الرزه ديالو غادي، وهز العلم وهز التصويره ديال الملك، وكيقول الصحراء المغربيه الملك ملكنا، كتقول له انت يا سبحان الله غادي مع الوطن، غادي مع الصحراء وغادي مع الوطن وغادي مع الملك، وهذا الوطن ما عطاك حتى شي حاجه، انت مكرفص عليك روتريتي هنايا عايش باللي قديت عليك، يقول لك اسيدي هذيك بلادي وهذاك الملك ديالي وانا ندافع عليها وما محتاج منك حتى شي حاجه. تما كتقول سبحان تبارك الله كاين الناس في المقابل ديال هذوك اللي خصهم المرسيدسات باش يتحركوا باش يهضر لك على القضيه الوطنيه. على اين نتكلموا اليوم؟ لان صادت واحد السيد مثال
ديال وكما قلت ديال الوطنيين الصادقين، راه كاين منهم عداد راه غير ما باينينش، خص الواحد ياخذ يمكن شويه ديال المبادره باش يتلقاهم، ولكن كاينين والنهار اللي تحتاجهم كيوقفوا معك. سي محمد الزعتراوي مرحبا بك. بارك الله فيك. شكرا. مرحبا سي الزعتراوي. انا قلت انت بعدا غير نقدمك الاول، انت مستشار ومرشد في ما يسمى بلي بي بي جي اللي هي المؤسسات العموميه لرعايه الشباب. فعلا انت خدام هنايا في بلجيكا. أنا خدام لا كوميتي فرونسيز سابقا اللي هي الجهه ديال والني بروكسل في اداره ديال رعايه الشباب، وكن كندير مرشد ومستشار في جوج مؤسسات ديال رعايه الشباب. هذه الخدمه ديالك بروفيسيونيل، ولكن انت مثقف وفنان كاليغراف خطاط هكا عرفتك انا في الاول. هو الخط وكان هو باش نتقاسم كذلك ذاك الفن، وكنستعملوه كاداه تربويه لتمرير بعض الحكم احيانا مع دوك الشباب، وحتى في المجتمع البلجيكي كيبغيو كيف ما كانت الحكمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الحكمه ولا همك من اي وعاء اخذت، حنا كناخذوا الحكمه وكنعطوها ذاك الجماليه حيت كنترجموها للعربيه ونعطوها ونبرزوها بواحد الخط عربي كتكون محببه حتى لغير العرب او لغير المسلمين. شنو نديروا شي برنامج خاص على الخط العربي؟ هو الخط، انا عصامي في هذا الباب ولكن اهواه واتقاسم معارف. انا نتكلم اليوم على واحد الموضوع ديالنا هو القضيه الوطنيه. نعم. كيفاش يعني كاين ناس وطنيين حتى واحد ما كيتكلم عليهم، لان كنقولها وكنتحمل المسؤوليه، والا شي واحد بغى يشريها لي غير مرحبا به، واللي كيجيب لنا شي سله غير يخليها عنده. كاين مرتزقه الداخل والخارج. نعم. اللي كيسترسقوا بالقضيه الوطنيه وانا تكلمت على هذوك الناس اللي ما كتحتاجهم يوقفوا مع المغرب في شي مظاهرات كتلقاهم على جنبك وكتقول هذا المغرب ما عطى لهم والو وما كيغوتوا على المغرب تبارك الله. والناس اللي استفدوا بالمغرب ما كيجيوش. اسي الزعتراوي، فعلا حب الاوطان من الايمان، وفي الايمان ما يمكنلاش نديروا واحد الحاجه اللي عندها علاقه بالايمان ونطلبوا عليها مقابل. هذا الوطنيه احنا ورثناها ابا عن جد. جدي الله يرحمه بين الوالد ديالي كان في صفوف المجاهد محمد بن عبد الخطابي اللي كان معروف في الريف بالقائد محمد، لانه من ميه من ازعتراون قبيله بقيوة. والوالد ديالي ورث هذا ولو خلاه باه صغير، فاش توفى جدي كان الوالد الله يرحمه حتى هو راه في دار البقاء كانت عنده سنه من عمره. الوالد التحق بالجنديه في 57، يعني في الدفعات الاولى ديال الجيش الملكي مع محمد الخامس. غير نفتح واحد القوس. نعم. هذا الشيء علاش عرضتك. نعم. لان انايا بيك يعني غادي نضرب عصفورين بحجرين واحد. نعم. غادي نتكلموا عليك على الـ يعني لونجاجمون ديالك. نعم. يعني في هذه في بلاد الغربه. نعم. احنا بلجيكيين ولكن ايضا احنا مغاربه، نتكلموا على هذا الشيء من بعد. لانه انت ايضا هذا الحب ديال او الوطن ديالك جالك ايضا من الاب ديالك اللي. نعم. كان جندي. نعم. مغربي. وكان في الصحراء. نعم. كان في الصحراء في هذيك الوقيته ديال الرصاص ديال الصح. نعم. ماشي ديال المفاوضات. نعم نعم. تما غادي نشوفوا التصور ديالو شويه بشويه. وغادي تكلم لنا كيفاش يعني لو فات ان الوالد ديالك كان في الجنديه زرع فيك أو لا كان عامل من العوامل أنك تزيد تشبع بهذه الوطنية وتزيد تدافع على القضية ديال الصحراء. نعم، أول باحتكاكي بهذه المهنة غير ولو لم أكن جنديا قط، ولو جندي الآن بطريقة مدنية، لأن كنا دائما ساكن أمام الثكنات العسكرية، تسارينا في المغرب. الوليد فاش دخل الارمي في 57 انا كنت باقي طفل صغير عندي سنه في طنجه، من طنجه مشينا لمراكش عشنا 10 سنين تماك، يعني في ذاك القرب ديالنا من الثكنات العسكريه كنا كنفيقوا مع النشيد الوطني بالموسيقى العسكريه. كنا المخيمات المدرسيه فاش كنا كنمشيو لكادير كنمشيو بزي عسكري والمدرب ديالنا كانوا جنود. الوليد ديالي راه كان شارك في الانقاذ ديال عمليه ديال الزلزال ديال الزلزال لكادير. اذا ما يمكنلكش تنسالخ على هذه الوطنيه وانت عايش في وسطها. الحوار ديالنا كان عسكري ولو كنا اطفال صغار، يعني حتى الامهات يعني في المصطلحات اللي كيستعملوا احيانا كنبقى نضحك لان كنسمعهم كيستعملوا مصطلحات عسكريه ولو هما امهات في البيوت. حلاش واحد كيقول له الراجل الفلانه راه فيه السمن هذه السيمانه، معناها في لو سيرفيس دو لا سومان. فيه السمن. السمن هو لو سيرفيس دو لا سومان، راه فلان شد برمسيون، برمسيون صافي ديغ لا بيرميسيون، راه فلان طلع شارجان. حتى الكراد كتلقاهم عارفين ذاك لا هيغارشي ميليتير حافظينها. علاش؟ بقوا تحت الكاك ديالهم. كنا عائله واحده وكل واحد منين جاي كان ذاك النوع من الاختلاط، كتلقى شي جاي من الريف شي من جباله شي من سوس
شي من الاطلس، كنت كان عايشوا في حي واحد، وبالتالي دائما كنتداولوا المهمه ديال داك الجندي شنو هي. وفعلا كما ذكرتي الوالد ديالي كان 10 سنين الاخيره في حياته ديال الجنديه دوزها في العيون بعد مباشره بعد المسيره الخضراء. غادي 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 تتكلم وغادي نشوفوا بعض الصور ديالو. مثلا هاد الصوره هذه الوالد كان تيرور ديال الدي سي ديفونس كونتر افيون، هذا سي فيزي ميترايور عنده 4 كانون ديال 12 ملم. الوالد ديالي كان كتعرف حتى المصطلح هذا؟ لا لحقاش الوالد ديالي تعلمت منه كثير. الوالد ديالي براسو عصامي، فاش كان هو مشى ديك المرحله التكوين اللي كنت هرمو مو عقب الاحداث ديال 72 مشى هو تكون تماك، وكنشوف ديك الكتب ديالو كيفاش كان مثلا كيرسم ذاك لي كارت جيوغرافيك ولامباكت ديال لوبي والاسلحه كيفاش مسوخه، وكنت كنرجع يعني هذا هو الوالد الله يرحمه. هذا الوالد الله يرحمه سي محمد بن حدو الزعتراوي. شنو كان الكراد ديالو؟ كان سيرجون شاف، دونك ام دي ال شاف، كوموندون فرونسي ماريشال دي لوجي، وبالعربي كنقولوا سيرجون شاف او لا راقب اول. كان تما هذه في هذه العمليه هذه كان في 40 كيلومتر على العيون، كان ان بوست دو كونترول، لان في الاول ديال البدايه ديال البوليزاريو كانوا باقيين ضعاف، كيدخلوا بجوج ثلاثه ديال لي زوندروفيل يضربوا ويهربوا، وهما دايرين كانوا يوصلوا حتى للعيون، كيقربوا دابا 40 كيلومتر على العيون. كان الوالد في هذا البوست دو كونترول حاضين بالليل كيحدوهم لي رادار وكل شيء، ولا دخلوا بهذه الاله هذه كانوا كيعيطوا لها لي ميليتير دوك الجارغون ديالهم كيعيطوا لها الشطابه، لان البالي تو مثلا حيت كتدخل اون اكسيون. قال لي الوالد الله يرحمه كنت كنسقسي على هادشي، قال لي كتخدم موتور الكتريك نص ساعه وترتاح نص ساعه، كنت كناخذ معلومات مع هذا الوالد من الوالد الله يرحمه. وهنا في هذاك الجهه الشرقيه ديال العيون كانوا عاسين تماك، الا كان سي انتروجيون بالليل هما اللي هم بالمرصاد، كانوا كيضربوا بربعه خمسه ويهربوا. انا مزيان غادي نكملوا هذا النقاش المهم غير باش نذكر الناس بان الامور ما كانتش سهله. لا دابا الناس اللي عايشين في العيون والداخله في امان واطمئنان، بينما كانت واحد الوقيته غير هذه بعض السنين كانوا البوليزاريو كيدخلوا 40 كيلومتر عند العيون يتيروا على العيون، كانوا يوصلوا للعيون كيوصلوا للعيون. هو دابا باش ما يدخلوش للعيون، وكانوا كيعاود الودر كيبقى سيمانه ما كيبدل صباط ولا حوايج ولا والو، كيبقى ديك الساعات يعني كراس لهاد الجنود ايه اللي عسوا. من بعد غادي نهضروا على الوضعيه ديالهم، ضربوا وجرحوا واللي مات واللي تشد واللي ضحى واللي سمح في ولادو ما شافهمش الى اخره. يعني باش كاين شي ناس دابا كيجي يقول لك المفاوضات مع جبهه البوليزاريو والنقاش ونديروا نعطيو لهم بحال اللي زعما الامور كانت عاديه ودابا خصنا نمشيو للمفاوضات، راه الناس ضحات على هذه البلاد. انا عندي اصدقاء ديالي كانوا ضباط اللي مشاو اللي كانوا بروموسيون ديالي، كانوا دي كابيتان دي كوموندون دي ليوتنون، كان اللي طاح في الطائره ديالو، كان اللي بالجيب ديالو دازت على لغم مشى له رجليه، وكان اللي مشاو له جوج، وكانوا جرحى الان معطوب الحرب، وكاين اللي تقبط وكاين اللي مات. اصدقاء ديالي هادو كانوا مشاو في مقتبل العمر، وكاين اللي جيران ديالنا في السن ديال الوالد ديالي. لحقاش فاش كنا حنا في الثكنه العسكريه في الحاجب، ساكنين في الحاجب، كنت انا هو الاخ الاكبر، كنت انا في التعليم مدرس، بديت في الاول لان كنت انا الابن الاكبر ديال هذا الضابط الصف محمد بن حدو زعتر هو الوالد ديالي، وكان عندي ذاك الهاجس مثلا التتمه ديال الدراسه ديال خوتي في حاله ما اذا الوالد الا كان لا قدر الله ومات في الصحراء. داكشي باش خرج انا نحاول نقدم الدعم للوالد ديالي باش خوتي يمكن لهم يكملوا الدراسه ديالهم. يعني العائلات ديال هاد الجنود كما كنشوفوا دابا فين هو الوالد رحمه؟ هو هنا اللي يسار الصوره او يمين ليكرون، اليمين ديال ليكرون اكزاكتومون. وهادو كلهم كانوا جيران ديالنا، هادو كلهم كانوا جيران ديالنا، وكنت انا هو الاخ الاكبر مثلا لابناء هاد الجنود، مثلا اللي عنده مشكل في الدراسه خصني نمشي معاه، اللي في المستشفى خصني نمشي معاه، ولا مثلا حتى في العيد الكبير وخاف حدثت سني كانت عندي 21 سنه كان خصني نسبق نذبح الحواله ديالهم مول الوليد عاد نذبح الحولي ديالنا. كان الوالد الله يرحمه دربني بعدا على الاقل نأدي ديك الفريضه ديال عيد الاضحى. يعني كان واحد التضامن، كان واحد التضامن اسري يعني بين الجنود في الميدان، وايضا بين عائلات الجنود. كنا اسره واحده، كنا مثلا كنمشيو واحد اي واحد اللي جا من الدار فلان ولا فلان يدخل القدر كيفطروا يفطر، القدر كيتغدى ويتغدى معاهم، كانوا البيبان مفتوحين، كانوا شي يمشي عند شي. وهذا الشيء عشناه دائما لا في مراكش ولا في فاس ولا في الحاجب. مثلا في فاس دار المهراج نفس الشيء، سكننا في الثكنه العسكريه في دار المهراج، سكننا في الحاجب في اللوجمون ميليتير. يعني ما كاينش يعني كاين بزاف في المغرب العائلات اللي عندها شي واحد في الجنديه ولا شي واحد من العائله في الجنديه فعلا، ولا شي واحد اشتغل في الصحراء بطريقه ولا باخرى تماما، غير ما يكون خالو ولا باه ولا عمو. انتم منين كتشوفها
العائله ضحات لان انت الحمد لله الوالد ديالكم رجع بسلام وامان ومن بعد توفى عادي. نعم كان الناس اللي توفوا تما كان اللي تشدوا في الحباسات يعني انت شفت عائلات يمكن اللي ضحوا او عانوا اكثر. شفتهم مثلا كان واحد الجار ديالنا واحد لا جيدون كان تضرب ماشي بالرصاص وكان احيانا الجرح ماشي غير بالرصاص، هذا السيد كان تضرب بالرصاص سيمانه من بعد رجع يخدم. واحد النهار هز غير الغليد الماء مسكين راه حتى هو توفى في دار البقاء، هز غير الغليد الماء مشى يتوضى في الليل ما خصهمش يشعلوا الضوء، لحقاش كيقول لهم ممنوع تشعل الضوء حتى اللي كيكمي ممنوع يشعل لحقاش البنت اللي تنسل بالليل الاخرين كيكونوا طافين الضوء يقدروا يضربوا انرفال يضربوا ما تيشوفوا غير واحد اللي تنسل يضربوا يقول لهم ممنوع تشعل الضوء. قالوا غادي يتوضى في الليل هز الغلاي زطم على الفعه، الفعه صحد الصحراء الفعه كبيره عضاتو السيد كيغوت عادوا صحابو قتلوا ديك الفعه دا كان لا ايفاكيو بار هليكوبتر دوم هليكوبتر السيد الى غارد دي سيكيل ابري عرفتي ديك العضات الفعه كيقول لي مسكين كيقول لي شو ولد محمد 100 قرطاسه قرطاسه ولا عضات الفعه لان بدا كيحماق وكيبدا يغوت بالليل. ايه وشحال الناس عندهم الفاعي تماك وشحال من واحد مثلا مشى بالمين شحال من واحد قرطاسه مشى مين كتشوف كاع هذا الشيء وكتسمع بعض المرات بعض شي وحدين دابا كيجي وكيقول لك ايوا نتفاوضوا الى مشات الصحراء مشات معلش المهم الواحد يزيد القدام وكان بوليزاريو الداخل وكان بوليزاريو الخارج وحنا الجاره الشقيقه يعني كيهضروا بحال اللي زعما ماش كيفاش كتحس انت الناس ما عاشوش الماساه. حنا عشنا مثلا ديك الماساه ديال الصحراء منذ بدايتها وعشنا مع الوطنيه منذ حداثه السنين عشنا في هذا مع ناس اللي تيتموا مثلا ابناء تيتم ومشاو اللي تقبطوا مثلا معتقلين وبقوا تماك ما يزيد عن عقدين من الزمان وجاو وكيعيشوا الان مع الاسف كيعيشوا ظروف ماساويه وحتى اللي تقاعدوا. انا كنشوف بان المغرب خصو يرد الاعتبار لهاد الجدود هادو. ديك المره انا مشيت مثلا لفاس لظهر المهراز مشيت مع بنتي هذه واحد السنتين اللي كان عندها واحد البحث جامعي كانت كتوجد الماستر ديالها في الصحافه ودارت البحث ديالها في المغرب حول السكن العشوائي ومن الاماكن اللي اخترت السكن ديال ابناء الجنود تما مهرز. قلت لها راه باباك راه عاش تما المراهقه ديالو غادي نتكرا هنايا دابا في بلجيكا بنتي هنا صحفيه عندها الماستر ديالها في الصحافه. مشيت ديك الساعه انايا لتماك وكنتلاقى دوك ابناء الجنود والمساكن عندهم واحد المشكل ديال السكن، الدوله عطاتهم بعض القطع وضغط عليهم من يعطوا وما عندهم التقاعد ديالهم بسيط. انا كنظن بان الدوله بحد الناس اقل ما يمكن لا تعطيهم وهو سكن لائق بالمجان، يعني هاد الناس هادو رد الاعتبار لان عطوا الزهره ديال العمر ديالهم لبلادهم وضحاو وكاين اللي تبدل بعدها هاجر لان عرفتي الجندي كنهضروا هنا على الهجره، حنا هاجرنا في المغرب قبل ما نهاجروا هنا لاوروبا لان حتى كتجي من الجذور ديالك مثلا من شمال المغرب مناطق ريفيه وتمشي لمراكش تمشي لفاس كتربي علاقه مع ناس في الاخر كتترك الظروف ترحل يعني فوقاش ما تنقل الوالد الجندي كتبعوا العائله. انا ما عمري ننسى مثلا ذاك فاش تنقلنا من مراكش وانا كبرت في مراكش كنحس براسي مراكشي يعني عاقل وانا في ذاك الوقت في القسم الخامس ابتدائي في 69 بالطابليه ديالي بديك الريشه الوالد ديالي جايب الزي العسكري ودخل الفصل وعطى تحيه عسكريه للمعلم كان الوالد كيحترم مثلا رجل تعليم ايامات الخير والله الا كيعطي التحيه العسكريه ومدلو واحد الورقه انا طبهت بان شفت با انا با بالنسبه لي راه مشى لفاس كان مشى ديك الساعه تبدلوا الثكنه ديالهم. تجا عندي المعلم قال لي محمد جمع المحفظه ديالك بكره جاب لك الانتقال غادي تمشي. تفاجات لان ما كانش عندي حتى الوقت نودع اصدقاء ديالي نقول لهم بالسلامه. مشيت كنجري ديك الساعه قلت للبا شنو كاين قال لي غادي يمشيو لفاس راه جبت غير 48 اور دو بيرميسيون جاب 48 ساعه خصو يجي ويطلق الدار ويهجر الرحيل ويجيب ولادو ويجي لفاس يسكن يصبح خدام سيرفيس. كان عقل على ذاك السرعه وذاك الستريس وسمحنا في حوايجنا ودينا كما كنقولوا كل ما خفوا وزنه وغلا ثمنه وقبطنا القطار وغادي واحد الصمت رهيب. ما عمرني ننسى ديك الرحله من مراكش لفاس وبينا نجي واحد المكان اخر واصحابي بقوا لي في الذاكره ديالي يعني هي هجره داخليه ولو حنا في بلاد ولكن من اجل المهنه ديال الوالد اللي هي مهنه شريفه وكنعتز هو كان يخدم من اجل الوطن فعلا وفعلا قلت لك كما ضحى حياته كلها ما عرفتش قلت لي في ظهر المهرس شفت واحد الحاله يرثى لها في الديور ديال العسكر هادو الديور ديال العسكر مثلا احد الشبان اللي جاو كيساعدونا كيساعدوا بنتي في الروبورتاج ديالها جا عيطنا شوف شوف كرم الضيافه عند المغاربه عيطنا مسكين شربوا اتاي دو قلت له ولدي بلا ما تعيا راسك نشربوا اتاي قال لي لا والله تدخلوا واخا الوالد مسكين شوف حتى الحاله المجريه ديالو كيفاش داير لقيت الراجل المسكين متقاعد ديال الجيش بوحدو عنده لي بيرفيزيون وسي لا فام اون فام اليتري اللي كتزول ديك لي بيرفيزيون وتردهم له ومسكين
كيحاول يقول السلام عليكم بغيت نوض، قلت له لا عمي غير جلس، جلست معاه بغى يهبطوا لي الدموع اللي كنشوف فيه صوره الوالد مسكين، وكيقول لي ولدو حنا كيرغمونا باش نأديو واحد المبلغ وحنا ما عندناش. قلت لهم لا حول ولا قوه الا بالله، بحال هاد الناس هادو شحال كيخلص في لا روتريت هاد الراجل؟ كاين عرفتي كاين ما بين 600 700 درهم مثلا، 500 درهم واش 500 درهم تقاعد وطلب منه مثلا يأدي يسدد واحد 6 ولا 7 المليون، فوقاش غيجمعها؟ داك اللي كتبقى ليه مثلا 500 ولا 600 درهم خصو يكل بها ثلاثه الدراري ويخلص بها الضو ويخلص بها الماء ويخلص بها لابارتومون. هادوك خصهم اقل ما يمكن تعطيهم الدوله المغربيه، تعطيهم داك السكن ما يخلصوا فيه التريال. انا هذيك امانه كنت قلت لهم اودي الا تحت لي فرصه غنبلغ هذه الرساله ديالكم، وانا من خلال هذا المنبر ديال المغرب تي في كنبلغ هذا النداء للسلطات باش تاخذ بعين الاعتبار الحاله المزريه ديك العائله ديال ابناء الجيش اللي كاين في دار المهراز، يحاولوا يفكوا لهم مثلا داك المعضله. كاين دابا حنا اللي نحب المغرب تي في راه كان الراي والراي الاخر كيجيو هك، ولكن نعم. كنكونوا حنايا مع المعقول، نعم حنا كنكونوا موضوعيين. كاين الناس اللي حنا كنشوفوا يعني الناس اداو يعني ومزيان، هذا واجب انهم يدافعوا على الوطن. كاين الناس مثلا اللي تشدوا في الصحراء كانوا معتقلين عند البوليزاريو في ظروف يعني لا انسانيه، نعم. واحد الوقيته المغرب نساهم السي زعتراوي. فعلا كانوا نساوهم. انا حد حكيت اللي هذا انا واحد النهار في 81 كنعقل لك، انا جيتي جون انستيتور جافي 25 كون، كنت كنمشي نخرج لاوروبا بساكادو ديالي ومشي نخدم في الصيف في لي ريستورون، كنت في شمال كورسيكا، جاتني مكالمه هاتفيه من المغرب للمطعم اللي كنت خدام فيه في واحد صيف 81 كانت عندنا ثلاث عطله بان با تشد عند البوليزاريو، وهو كان دعايه خاطئه. هذاك البوليزاريو كان كيديروا ديك الدعايه الخاطئه، علاش؟ كيتقبطوا احيانا، كيقبطوا في ديك لي زاكروساس كيكونوا كوراكور كيديو واحد ولا جوج، كيقول شكون كان معك وكيعطيه لا ليست وكيديكلارو هما في ديك الاذاعه ديالهم. كانوا كتكابطا في لونور عقاش عيطوا لنا الاهل ديالنا من الشمال بان با تقبط، وما عيطوا لي عاوتاني الكورسيكا با تشد. كيفاش با؟ ذكروه بالاسم وبالراتب ديالو سميتو بالكراد ديالو وبالرقم ديالو لونغاجمون. احنا ما نعش ديك الليله، كنت كنفكر ارتكب حماقه باش نضغط على الفرنسيين يجيبوا لي الوالد ديالي. مع الصباح عيط لي الوالد، عيطوا لي الوالد، عيط للدار والدار عيطوا لي بان راه كان كذب، راه الوالد حي ورزق وراه ما تقبطش، وراه الكولونيل ديالو قال له سير دوز واحد الكنجور بيرميسيون بوغ. باش نقول لك هادشي هذا بان كيديروا دعايه مثلا الاعلام الكذب، وكان الحمد لله ما تقبطش. نرجعوا لديك القضيه، فعلا انا شفتهم في وقفه احتجاجيه دوك الجنود مثلا، كتلقى مثلا الراجل تقبط كان عنده كراد كابورال تقبط 20 عام 20 عام وكيجي كيعطوا له لا سولد درو تير دان كابورال حشومه مثلا، يا اخي ياخذوا مع الاعتبار داك السيد كون راه حيت مقبوط راه كذب بحال دوزا خدمه عسكريه ودوزا مقبوط في ظروف لا انسانيه. لا انسانيه. بوليزاريو كانوا كيعذبوهم، كانوا كيقلعوا لهم الظفار باش يعطوا لهم معلومات الى اخره. وفي البرامل ديال القصدير والهراوه والعصا، هذاك خصو يعطوا لهم مينيموم كرادا جيدون ويعطوا لهم الرقم ديالو. باش يفهموا الناس يعني الناس اللي تقبطوا يعني مثلا في 76 في 77 كراد مثلا ديال سيرجون، من بعد 20 عام ديال الحبس في البوليزاريو من يخرج المغرب يقول له نعطوك غير لانتريت ديال سيرجان. ديال ذاك الوقت ديال ذاك الوقت 600 درهم 700 درهم 1000 درهم. ايوا كيفاش بغيتي هذاك الرجل اللي عطاه من عمره مثلا زهره العمر ديالو بعيد على ولاده؟ خصك تشوف المآسي ديال الاسر، كاين اللي لقى الاسره ديالو تشتتات، حيت كيجي كيبان من بعد 20 سنه ديك الاسره اللي ما عندهاش حتى واحد كيعولها مثلا، مشات كاين اللي تفرق ولاده مشاو كل واحد فين مشى. اذا انت يعني كتشوفوا هذاك الوضع كان يقدر يوقع لكم انت انتم. اي كنقول مثلا كان الوالد يكون الحمد لله الوالد رجع بسلام ورجع فخور بعد المهمه ديالو، حنا فخورين به يعني مثلا بشواهد ديالو اللي كسبها في كانت بالنسبه ليه الارمي الجنديه كانت ليه مدرسه للحياه، مدرسه للحياه تكون فيها كجندي، وانا فخور به. هذه الصوره هذه وشنو؟ هذه دابا مع قدماء المحاربين في الحاجب في الاستعراضات تماك، راه هو الوالد في الوسط فخور بشارتين، واحده الوسام الحربي هو اللي هز الاعلام، هو اللي هز الاعلام توجو لو بورت درابو، وهز عنده وسام الرضا وسام حربي، وسام حربي جابوه من الصحراء، وسام الرضا بعد ما خذ التقاعد يعني فخور دائما كيلبس دوك الوسيمه ديالو. انا كنقولها هنايا بينما حنا كنضمنوا مع كاع الجنود ديالنا اللي اداو الخدمه واللي ما مأديش اللي راهم خدامين دابا، بينما خص الدوله تهلا فيهم، لان حنا كنشوفوا بعض المرات كيتهلاو في الرياضيين وكيتهلاو في الفنانين الغربيين. اللي راني تكلمت على فيكتوريا ابريل اللي كانت تظل في الفيستيفال ديال مراكش ديال الفيلم،
دابا كيستقبلوها في المامونيه بحال الفي اي بي، وفي التالي دابا راه دازت مع خافير فاردم كتساندو في البرنامج ديالو ضد دار، كان دار واحد البرنامج ضد المغرب كيساند في تيندوف، والناس اللي ضحاو على بلادهم وتشدوا وتعتقلوا ما كيطلعوش فيهم. حنا تمناو يسولوا لهم هذه الوضعيه، ولان خص الواحد الا دافع على بلاده خص بلاده ما تنساش، هذا هو الرساله اللي كنمروها ايضا. وفعلا حيت كنشوفوا مثلا ملايين ديال الاوروات كتصرف مثلا في دي صوار في دي زوتيل 5 ايطوال اكسترا، الوغ كاين الناس اللي ضحاو من اجل البلاد. ولكن كاين اللي يقول لك لا راه كنديروا الحفله في لوتيل باش نجيبوا يمكن اللوبيين يديروا معنا يعني يعاونونا في لا لا القضيه الوطنيه. راه اللوبي راه تقدر تكسبوه غير بحوار، راه الناس راه كاين واعيين، شحال من برلماني هنا هضرنا معاه كيجهل لب الموضوع ديال قضيه الصحراء. انتم سي زعتراوي تكلموا دابا، انتم دابا راكم هنايا في بلجيكا وخدام يعني في اداره بلجيكيه، ولكن في نفس الوقت باقي لك يعني الحنين وانك وهذه الوطنيه دائما حاضره، وانا شفتك بعض المرات كتخرج في تظاهرات من اجل الصحراء. فعلا كنضم الاخوان ديالي هنايا في بلجيكا احيانا، ولكن كرجاء المطاف كيعيطوا لنا اخر دقيقه باش نمشيو، وكنحاولوش نضيعوا ديك الفرصه، ووقفات احتجاجيه اما دوفون لا كوميسيون اوروبيان ولا ديال منظمه الامم المتحده احيانا احدى السفاره ديال الجزائر التجاوزات ديالها اللي غادي نضمنا مسيره في 2011 في افريل 2011. انا اول مسيره كتنظم هنايا جات من لاكار دي نور حتى لاكار دو ميدي، اكثر من 800 واحد، وهذا شي مساعدة ديال جمعيات من شارلوغوا من اوفر 800 واحد. هذا هو اللي قلت في الاول وغادي نعاودوا لها دابا. ناس عاديين اللي كتكتشفوا اول مره في هذيك التظاهرات، وفعلا كنتلاقاهم اول مره. كتلقى كان دوك الاخوان الرابطه الملكيه، وكان شابات ونساء ورجال غير بالاس ام اس، وواحد كيعيط لاخر بالميل. انت يا سي زعتراوي الوالد ديالك كان عسكري. نعم. دابا انا كنفهم يعني انت تربيت في هذاك الجو ديال الوطنيه. نعم. واش هذوك 800 مثلا ولا 1000 ولا 2000 اللي كتلقاهم في التظاهرات تقول شي هم كانوا في العسكر؟ لا ما لا علاقه له بالعسكر. فعلا ولكن ماشي ضروري هذا الروح الوطنيه على البلاد. لان عنده غيره، ماشي حتى يكون الواحد الوالد ديالو مثلا في الجيش كتلقاه جدو مناضل ولا عمو مناضل، وكتلقاه واحد كيناضل بحزب سياسي او الى غير ذلك. او لا والو كاع ولا والو، ولكن عنده مثلا عطف على بلاده، ما يقدرش مثلا يسمح في بلاده. حنا حيت كنهضروا على المغرب ما كنهضروش على الحكومه ديال المغرب، كنعرفوا بان الحكومه تقدر تجي وتمشي وفيها خلل. حنا ولكن كما كيقول واحد المثل المغربي كيقول كيدك منك وخا تكون مجدامه، هذيك راه بلادك. ولكن يقدر مثلا الحكومه تكون احيانا ما تتفقوش معها وما تتفقوش مع قراراتها، وكتكون تجاوزات، كتكون هذا واضح، ولكن كتبقى بلادي. كما فخور هذيك الصحراء ديالي وفخور بالمغرب، فخور بانتمائي كذلك لبلجيكا. درنا مثلا مسيره تضامنيه من اجل الوحده ديال التراب البلجيكي، لان كاين انفصاليين، بان كنامنوا حنا عندنا حب لهذا الوطن اللي عايشين فيه وعندنا جنسيته وحب الوطن المغربي، بغينا ديك الوحده الترابيه، ما بغيناش دوك الانفصاليين. مع الاسف كاين دوك الانفصاليين ديال الداخل معززين مكرمين، ما كيخدم ما والو كيتخلص. هذا الشيء صاحب الجلاله قال في احدى خطبه، دقت ساعه الحسم، اما ان يكون المرء وطنيا او خائنا. ولكن كاين الوطني اللي وطني اللي عنده كاين كيسترزق بهذيك الوطنيه. كاينين دابا حنا ما كنمنيوش، ما يبقاش فيك الحال، انتم خدامين كتضربوا الكورفي وكتنزلوا للشارع وكيجيك واحد بالكوستيم والكرافات كيقول لك انا صاحب هذا الوزير وعنده الامكانيات باش يدير شي حوايج حتى فيها كيتلقى عليها في ليسات. انتم اللي كتخدموا وتدابزوا ما كاين والو. فكرتيني في واحد المقوله ديال كينيدي، قال الامريكيين ما خصكمش تقولوا شنو غتعطيكم امريكا، شوفوا انتم شنو تعطيو لامريكا. حتى هاد المغاربه ما خصيش يطلبوا من المغرب. فعلا كاين هذا الحوار، شي واحد كتقول نديروا شي وقفه كيقول لك واش كاين شي فلوس، كيقول لك دخل في البزنس كيفاش واش كاين شي فلوس. هذه مساله وطنيه. حنا الحمد لله حتى ذاك الاطار الجمعيه طلبوا مني الاخوان نديروا جمعيه رسميه، حنا درنا غير اسوسيسيون دو فيت، كاين اون كازين دو بيرسون. علاش؟ مخافه ان تدعم ماديا طرف جاي يقول لك شدوا على الفلوس، ما كنخبطوا راسنا عريان. انا واحد السيد التصوير قال لي دائما احنا نشوفوا نفس الناس اللي كيشتغلوا مع السفاره. دائما السفاره ملي تبغي دير شي حاجه كتصل بواحد ولا جوج ديال الناس هما اللي خدامين معها دائما. كنشوفوا نفس الوجوه احيانا، وفعلا كاين هناك عدم التاطير. احنا قلنا للسفاره مرارا وقلنا حتى للزوار كيجوا من المغرب، قضيه ديال الصحراء ما هاضمينهاش حتى بعض المغاربه. حنا حتى السفراء بنفسهم عارفين زعما ناس دبلوماسيين وما عارفينش الموضوع مزيان، عاد غيعرفوا الشعب. لا ما يعني خاص الخدمه، خاص الخدمه، خاص تاطير، تاطير اما في الداخل في المغرب ولا هنايا، خاص المغاربه يعرفوا مثلا الجذور ديال القضيه. كتقول تاثير يعني ماشي السفاره تجي تاثرك. لا من المغرب ياثر. لا ماشي يعني غير لا اخبار ينشروا كتيبات يهضروا على التاريخ ديال الصراع.
مثلا يعرفوا بالصحراء، الناس ما عارفينش شنو واقع. كاين دابا التفاوض مع في الامم المتحده، وحنا عارفين شنو كيتفاوض، شكون اللي كيتفاوض الى اخره. غير بار الايميل اخر من يعلم، حنا حدا حتى كيكون طرا اللي طرا، وكان نشعر احيانا من طرف دوك الاخوان وكل واحد يشرف الكمايل من هنا واحد من هنا. نوليو باش نكملوا مع هذا الشق ديال الحياه ديالك. هذوك العسكر اللي انت شفتهم، والوليد كان واحد منهم الله يرحمه، مي كانوا كيمشيو يعني للصحراء باش يدافعوا على المغرب في وجه البوليزاريو، كانوا كيدابزوا، كان اللي مات تما كما قلنا. واش انت بالنسبه لك كانوا كيمشيوا مقتنعين بانما يدافعوا على الوطن، او لا لانه عسكري خدام وصافي خدمته باش يتخلص وصافي؟ والله العظيم الا كانت قناعه، مع عمر كانت المسائل الماديه، ما كانش كانوا ناس مثلا مشحونين بالحس الوطني. مثلا حتى ولادهم ما عمرش واحد كان عنده شي حوار مع هذا القبيل يقول لك لا علاش با مشى والاخر، بالعكس كان افتخار اللي مشى له. وطبق غرقس هنا با مشى له، كان افتخر والدراري كيفتخروا بان با مشى له الجبهه، مشى مثلا كيدافع على الصحراء، مشى كيتحرك ياكل القرطاس تماك، لان هذاك واجب عليه. واللي كيجي فرحان، لان كيجيب واحد اللي جا حي لولاده، كيجيب واحد الشرطه جايده في كتفه، مثلا راه طلع كراد، ديني جاب معاه واحد وسام، كتبقى له معلق له في الصالون ديال كيفتخر به ويخليه لولاده. هاد الشاره مثلا ديال الشرف، واللي شفناها عند الوليد والجيران ديالنا كاعتبرهم عمامنا، مازال عندنا علاقه في الوفاه ديال الوليد الله يرحمه، هذه واحد سنه ونص جاو ناس اصدقاء ديالو ما شفتهمش هذيك اكثر من 20 سنه، جاوا حضروا. وكان هذا الافتخار مثلا بالانتماء للجنديه. الوالد ديالي جا عندي واحد 7 سنين، كنت شاد واحد البيت انا جا عندي يبارك لي هنا بلجيكا، هنا بلجيكا جا عندي وبغيتو يجلس حدايا، بغيتو يجلس معايا بعض الاشهر. قلت له الوالد جلس الحمد لله ميسورين، انا والسيده ديالي خدامه كاين حتى مشكل، جلس معنا غير الحفايد ديالك عندك في المغرب حتى هادو حفايدك جلس معايا ولدي. قلت له على الاقل كنت حاجه نتكلف بك في الادويه. قال لي لا ولدي عندي لا ميتيوال ديالي ديال لارمي، خصني نرجع انا غير نبارك لك الدار، عندي لا ميتيوال ديالي لارمي كنداوى فابور في لوبيتال ميليتير. دونك فخور مثلا بديك العنايه ديالو وبداك الانتماء ديالو للجنديه، وما بغاش يفضل يجلس هنايا. جلس ما كملش معايا حتى ديك 3 شهور الفيزا اللي جبت له، جلس شهر ونص ومشى. حتى هو كانت عنده الدار ديال السيرفيس ولا؟ لا كانت عنده في الاول الدار ديال لوجمون سيرفيس، ولكن قبل ما يخرج بغى البيت ديالو، كنا وجدناه قبل ما يتقاعد، لان كان كيقول لي انا بغيت نمشي للبيت ديالي قبل ما يقولوا لي حط السوارت، انا خصني حط لهم السوارت ما حد يلبس. الا مين كيخرج لا روتريت العسكري كنحط لهم السوارت. دوغ ميتر ليك لي. الوغ كملنا واحد الدويره، ساكن تماك في مدينه الحاج اللي ولات البيت ديال الاسره. دابا الخوت كل واحد فين مشى؟ شحال بكم؟ تبارك الله راه 10. انا باش كنحيي الوالد ديالي سي كومون دي سي مونيغو، كنا 10 بينا والحمد لله كلهم قراو، كلهم جامعيين، كلهم اساتذه. سلك ثاني الاخر مصطفى راه دكتور، راه استاذ جامعي في المغرب، والحمد لله بالراتب الشهري ديالو. ما كانوا عنده اراضي فلاحيه، ما كانوا عنده فارم، ما كانوا عنده عمارات، يعني بالراتب ديالو وتعاون. انا كنشوف اسي زطراوي يعني هذا مثال ديال الوطنيين الصادقين والاحرار في المغرب. لما ما كنتكلموش على هاد الناس اللي بوالوا ربوا ولادهم وكبروهم ودافعوا على الوطن. احنا بعض المرات الاعلام ديالنا في المغرب في الداخل كيهضر غير على الناس اللي داو الاراضي واللي نجح، لان باه كان ما نعرف حتى هو اقطاعي وما نعرف ولا شفر ولا الى اخره، ولكن هاد الناس البسطاء حتى ما كيتكلم عليهم. هو كاين نقص فعلا، ولكن من الاحسن هذا الشيء الواحد ما نحرجكش اساسا، لا ما يمنيش على بلاده، هذا الشيء واجب. حنا غير اللي بغينا نقولوا هذا ماشي من اجل باش نمنيو على بلادنا. ولو كما قال الشاعر بلادي وان جارت علي عزيزة، فهمتيني؟ الواحد من اجل بلاده يقدر يضحي اكثر. دابا انت راك هنا في بلجيكا، كنا كتشتغل في واحد المؤسسة عمومية لرعاية الشباب، كيفاش كتوفق بين الانتماء ديالك للمغرب والانتماء ديالك لبلجيكا؟ شوف كما كنقول لبعض الزملاء البلاجكا، حتى هذا السؤال كيتطرح، كنقول الانسان ما يمكنلوش يفرق ما بين ديك الام البيولوجيه وديك الام لادوبسيون ديال المربيه، يعني ما يمكنش يفرق. انا فخور بانتمائي للبلدين. احيانا السؤال كيتطرح على الساحه هنا في بلجيكا، دوبل ليجون اون سوي فيير دو لو دي جابارتيان دو كولتور دو بيي اي جي جو مي اون اكزيرغ مي دو كولتور، مغربي حتى النخاع وبلجيكي، وافتخر وكندافع على بلجيكا كذلك، لان سي اون ايدونتيتي ملتيبل. الهويه حتى في المغرب كاين ذاك الهويه المتعدده، في الاصل امازيغي ريفي ولكن عربوفون، كبرت تقريت بالعربيه وكبرت العربيه، وفرانكفوني هي اون فاسيت دو ما كولتور. حتى الفرانكفونيه هي من الهويه ديالي ما يمكنليش نسرق عليها، كذلك اللي كيف انجلترا عنده هويه الى غير ذلك. كنحاول نوفق ونوريو مثلا ما هو جميل في ثقافتنا،
باش نوريه للاخوان باش يكون واحد النوع من التكامل. كيفاش كتشوف الشباب اللي عايش هنا مثلا الشباب من اصل مغربي مسلم في واحد البيئه كاثوليكيه غربيه؟ المشكل ماشي كاثوليكي ولا شي حاجه، كاين واحد كان لي سيفير بوغ هاد لي جون، كاين مثلا في دوك الاحياء شويه اللي هي صعيبه، هما مجمل هما كثر اللي كيجيو عندنا لهاد المراكز ديال اعاده التربيه في اللي كنشتغل فيها بجوج، لانهم القاصرون اللي كيوضعوهم قطط الاحداث في هاد الاصلاحيات، كاين نسبه مثلا ديال الديلاكونس كبيره. الشباب ديالنا مع الاسف كتفوت 45. علاش؟ واش قلت التربيه؟ العائله المغربيه ما كتربيش ولادها مزيان؟ كاين عده عوامل، كاين مثلا بعض الاباء كيقول لك انا ما نهضرش معاه، انا لا هضرت معاه غادي يجيو القاضي يقول لك علاش تهضر مع ولدك، علاش تضرب ولدك، علاش هذا ما تهضرش معاه، سيدي خليهم يربيوه. فين شكون غادي يربيه؟ الشارع. كتلقى حتى المدرس ما كيربيش. حنا في المغرب كنسمي وزاره التربيه الوطنيه كتربي. انا فاش كنهضر مع المعلم كيقول لك لا سي با مون افير ليدوكاسيون، مو سي اونسينيون. علاش؟ كينسى حتى ذاك الجانب التربوي، كتفتقروا المدرسه هنا في الغرب. لا، كيعطي غير المقرر ديال بعض المواد اللي كيدرس، ولكن الجانب التربوي يعني هذا مشكل كبير ما غاديش نناقشوا. انا اي واحد الصوره راه عندي هنايا بغيتك تقول لي شنو كتعني لك هذه الصوره؟ هذه كان افيك لو غابان كيكي اللي هو يهودي مكناش، صديق ديالي، هو لو كون غابان دو بروكسل ولو بورت بارول دي غابان دوروب، سي كيلكان ديسبري دوفير. السيد هذا منفتح ومغربي حتى النخاع، هذاك اللي عنده اللحيه بيضاء. اييه، واللي على اليمين ديالي كاين الكاتب العام ديال مجلس العلماء الاوروبي، جبتهم باش نهضروا على الهويه والانتماء. خالد حجي مسلم، خالد حجي والبرغيكي، البرغيكي يهودي، بجوجهم مغاربه، باش كنوري لهم بان كيفاش التعايش اللي عشنا فيه حنا كمغاربه مع يهود ومع اديان اخرى ما كانت عندنا حجازات. هذا ديتو لمركز التربيه تماك الشباب؟ فعلا ديتهم للمراكز، درت نظمت كنظم لقاءات، كنجيبوا ناس مع على برا باش يهضروا على الشباب في اطار تكوين هاد الشباب، وهضرنا على الهويه. درنا واحد الفيلم ديال دو تينغير ا جيروزاليم اللي كان داروا الاصغر، واحد المخرج مغربي فرنسي، ومشى باش كيقلب على دوك اليهود اللي كانوا الجيران ديالهم في تينغير، وتفاجئ بان باقيين قابطين اللغه العربيه ديالهم في اسرائيل. كنبين لهم بان مغرب دابا في اسرائيل والمغاربه اليهود قابطين اللغه العربيه ديالهم، دابا حنا في بلجيكا ماشي في اسرائيل ولادنا ما قابطينش اللغه العربيه، كيفاش كتفسرها؟ كنعطي هذا المثال، تفاجات اكثر من هذا. هذه واحد 6 سنين في ديك العمليه ديال كانزين كولتوريل دو جيف دي ماروك مع بول، سي سا؟ بول داون. مع بول داون، تفاجأت أنا، جات واحد المجموعة ديال الشباب من إسرائيل، شحال يجوا من المغرب، العيالات لابسين القفطان والدراري لابسين الجلالب وكيغنوا بالطرب الآلاب العود، شحال يجوا من فاس. فاش مشيت نهضر معاهم قال لك لا حنا عايشين وكيهضروا معايا بلغة عربية سليمة لهجة ديال فاس. قلت له واش جيتوا من فاس؟ قال لك لا حنا جينا من إسرائيل. وقال لك ما عمرنا شفنا المغرب، وكيفاش كتهضروا بالعربية؟ قال لك والدينا كيهضروا معنا بالعربية، حنا في إسرائيل حنا مغاربة كناكلوا الأكلة المغربية، كنلبسوا اللباس المغربي والأثاث ديالنا مغربي. شوف، وكنشوف هنا مع الأسف هنا اللي مغاربة مسلمين اللي جاوا من المغرب ولادهم كيهضروا غير الفرنسية والفلامانية، وما مشاو طلقوا ديك الهوية ديالهم. ما هذا هو الهدف ديالنا في هذا العمل هذا، باش الواحد كما كنقولوا اللي ما عرفش منين جا ما يعرفش فين غادي. وكنحاولوا نحيوا هذا الروح مثلا في الاباء باش يزرعوها في ابنائهم. صافي سي محمد الزعتراوي، يمكن هذا الكلام يعني حلو وشيق معاك، وكاين بزاف ما يتقال، يمكن نتلاقاو فرصه اخرى بعد على الخط العربي، خصنا نتلاقاو نهضروا عليه. مرحبا. ويمكن كلمه اخيره للعائلات، الوالدين اللي كيشوفوك اللي يمكن عندهم مشاكل في التواصل مع الابناء ديالهم، وانت خدام في هذا المركز ديال رعايه الشباب، شنو النصيحه تقدر تقدمها لهم؟ اللي بغيت نقول لهم راه ما كاينش هو الهدف المادي في هذه الحياه. راه الانسان يقدر يخلي لولادو فيلا ولا عماره يقدروا يبيعوها وياكلوها في اسبوع، ولكن ما كاين ما احسن من ديك الاخلاق، ربي ولادهم اخلاق عربيه مغربيه. احنا فخورين بالانفتاح ديال بلادنا وبالدين ديال بلادنا، فخورين. وكنختم غير بالكلمه ديال الشاعر، انما الامم الاخلاق ما بقيت، فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. كانت هذه الكلمه الاخيره الجميله ديال السي محمد الزعتراوي، كنحييوك وكنقول لكم اخواني اخواتي الى اللقاء في حلقه اخرى من برنامج تيجيني ترك. مع السلامه.